السلام عليكم. اليوم رح نعرض الدرس الخامس لمادة الحاسوب الصف التاسع الصيغ الحسابية. احنا بنعرف يا تاسع انه برنامج الجداول الالكترونية بنستخدمه لتنظيم البيانات حتى نحصل او نوصل هاي البيانات بشكل سريع وباقل وقت ممكن، وكمان ممكن احنا نستخدمه لنجري العمليات الحسابية. هاي هي الوظيفة الاساسية لهذا البرنامج. رح نوضح بهذا الدرس كيف رح نستخدم البرنامج بإجراء العمليات الحسابية. لحتى نتعرف كيف البرنامج بجرينا العمليات الحسابية، أول خطوة بدنا نتعرف فيها على رموز العمليات الحسابية وعمليات المقارنة. هي بتتشابه، معظمها بتشابه مع رموز الرياضيات، فالجمع، الطرح، الأس اللي هي القوة، زي لما أحكي 2 أس 2 اللي هي 2 قوة 2 4، الضرب والقسمة بناتج حقيقي. أما رموز عمليات المقارنة، أقل من، أكبر من، واليساوي، وأقل من أو يساوي، وأكبر من أو يساوي، واللا يساوي بيتم الرمز لها بهذا الشكل. طيب رح نتعرف كمان على أن الحاسوب لما بدي يوجد لي ناتج عبارة حسابية فهو بتبع عندي قواعد. هاي القواعد أنا بسميها أولويات، يعني في عندي عملية بجريها أو قبل عملية أخرى. فمثلا بداية أنا لو بدي أجي أتبع خطوات الحاسوب، أول شيء بحكي لي أو الحاسوب أول شيء بدي يحله اللي هو الأقواس، فبيحل لي ما بداخل الأقواس. طب لو كان عندي قوسين داخل بعض فهو بيحل لي القوس الداخلي بعدها القوس الخارجي. طيب في عندي بالمسألة أكثر من قوس، فأنا بحل من اليسار لليمين، القوس اللي على اليسار بعدها بنتقل لبعده، يعني من اليسار لليمين ببلش الحل. بعديها الأس اللي هي الرفع للقوة، بعدين الضرب والقسمة بناتج حقيقي. فنفس الأقواس رح أبلش من اليسار لليمين، إذا الضرب موجود قبل القسمة بحل الضرب بعدين بحل القسمة، والجمع والطرح برضو بتساووا بالأولوية، فببلش من اليسار لليمين. إذا تكررت عندي العملية الحسابية الجمع والطرح بالمسألة فببدأ بالعملية الأولى من جهة اليسار. طيب هل عندي هون بهذا المثال بوضح لي تسلسل لتنفيذ التعبير الحسابي حتى يطلع لي الناتج. هاي هون عندي بلاحظ عندي أقواس، أول ما بشوف أقواس ببلش أحل الداخل الأقواس. عندي ضرب وجمع، منين رح أبلش؟ بالضرب، 1 ضرب 2، بعدها بنزل الباقي كما هو، يعني بنزل باقي المعادلة زي ما هو، 2 زائد 2 ضرب، هاي باقي المعادلة برضو عندي لسه الأقواس، 2 زائد 2 بحل القوس، هاي صارت عندي المعادلة بهذا الشكل. ببلش بالأس، الأس بيجي قبل الضرب، فهي هون عندي أنا الأس بعدين الضرب، بحل الأس اللي هو 2 قوة 1 2، وبنزل باقي المعادلة زي ما هو. بعدها عندي هون 4 ضرب 3، يعني عندي ضرب وعندي جمع وعندي طرح، منين رح أبلش؟ بالضرب، 4 ضرب 3 12، نزلت زائد 2 ناقص 4 زي ما هو. طيب جيت هون عندي جمع وطرح، منين رح أبلش؟ متساويات في الأولوية، ببلش من اليسار اللي هو الجمع، 12 زائد 2 ناقص 4 اللي هي 14 ناقص 4، بيطلع عندي جواب النهائي 10. طيب هاي عندي المثال الثاني هون يوضح ناتج تطبيق التعبير الحسابي. عندي جمع، طرح، طرح وضرب، مين رح أبلش؟ بالضرب، 3 ضرب 6 18. طيب بعديها نزلت المعادلة كاملة زي ما هي، في عندي جمع وطرح وطرح، مين رح أبلش؟ كلهم الجمع والطرح متساويين بالأولوية، لكن أنا ببلش من وين؟ من اليسار بالجمع، 3 زائد 12 15 ناقص 7 ناقص 18، 15 ناقص 7 8، نزلت الناقص 18، 8 ناقص 18 ماينس 10 اللي هي ماينس 10، بنزلها. عندي هون سؤال، أوجد ناتج التعابير الحسابية الآتية حسب التسلسل. التسلسل مذكور عندي هون بالأعلى اللي هو ببلش أقواس، أس، ضرب وقسمة الناتج حقيقي، الجمع والطرح. حكينا إذا عندي عمليتين حسابيتين بالمسألة وبتشابهوا بالأولوية اللي هم نفس الأولوية فببلش من وين؟ من اليسار. إنشاء هذا بالنسبة لكم يا تاسع واجب، هدول المسألتين. ثاني إشي بدنا نتعرف عليه بهذا الدرس اللي هو إنشاء الصيغة الحسابية. أنا كيف راح أكتب الصيغة الحسابية في برنامج الإكسل؟
عندي عدة قواعد. أول قاعدة إنه لازم، أو عدة شروط. أول شرط إنه لازم تبدأ الصيغة الحسابية بعلامة المساواة، يعني لازم قبل ما أكتب أي عملية حسابية في برنامج الإكسل أكتب إشارة اليساوي. بعدين أنا ما بتعامل، الشرط الثاني إني ما أتعامل مع محتوى الخلية، أنا بتعامل مع مرجع الخلية. إحنا حكينا كل خلية لها مرجع اللي هو اسم العمود والصف اللي هي بترجع إله. ثالث إشي إني أنا بدي أكتب المعادلة بالخلية اللي بدي أشوف فيها الناتج. فلو إجينا لبرنامج الإكسل هون، إجينا على هاي، عندي أربعة هون بالمرجع A1 بالخلية A1، وعندي خمسة بالخلية B1، بدي أوجد ناتج ضربهم. بكتب أول إشي إشارة اليساوي، بعدها A1 ضرب B1، انتر، بيطلع معي الجواب 20. هاي هي كتابة المعادلة. لو رجعت كتبت هون كمان معادلة اللي هي أول إشي إشارة اليساوي، بعدها A2 لأنه إحنا نزلنا ل A2 ضرب B2 انتر، بيطلع معي ناتج الضرب 6 ضرب 7. فأنا ما تعاملت مع محتوى الخلية 6 و7، تعاملت مع A2 وB2. طيب هاي هون في عندي بهذا المثال موضح لي انه انا بدي اضرب القيمة الموجودة بالخلية C3 مع القيمة الموجودة بالخلية D3، واظهر الناتج وين؟ بالخلية E3. فهي هون اجى على الخلية E3 اشارة اليساوي C3 ضرب D3 لحتى يظهر الناتج. طيب كمان نتعرف على شغلة تانية اللي هي نسخ الصيغ الحسابية. فانا لو بدي اجري نفس المعادلة لعدد كبير من الارقام، فاني مش راح اكتب المعادلة بكل خلية، راح اعمل نسخ لنفس المعادلة لباقي الخلايا. فكيف راح اعمل نسخ؟ خطوات النسخ، يعني هون النسخ شو بيعمل لي؟ لو اجي على هاي بدي اكتب هون عندي 5 و5 هون. تمام، بدي اجي هون اعمل نسخ لصق، هاي نسخ لي 5 ضرب 5، ناتج الجواب هاي المعادلة يساوي A3 ضرب B3. فأنا لما عملت نسخ لصق، لو رجعنا عدناها هون 4 و3، هون لو أعمل نسخ لصق رح يطلع لي ناتج جواب الضرب ل4 ضرب 3 اللي هي 12. نسخ لصق اللي هي رايت كليك، بختار الأمر نسخ، هاي هون اخترت 2 و3، بطلع الجواب 6 مباشرة. أو ممكن غير إني أختار نسخ لصق، في عندي هون بلاحظ بس أنا أختار الخلية، يعني لو كان عندي هون 5 و6 هون هاي حذفتها هون، شايفين هون بزاوية الخلية لما أحددها بصير عندي المؤشر على شكل زائد، وعملت سحب وإفلات للخلية اللي تحتها، فرح ينسخ لي المعادلة أيضا. هاي هل هي يساوي 6A6 ضرب B6. بهيك بيكون انتهى الدرس بالنسبة لنا، وإن شاء الله أنه يكون واضح وبسيط عليكم. يعطيكم العافية.